تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. ثلاثة قضاة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يترأس اجتماع لهيئة مستشاريه ويشيد بجهود الحكومة وتحركاتها في المحافظات المحررة. محافظ حضرموت يصدر قرارين بشأن تكليف مديرا تنفيذيا لصندوق النظافة ومديرا عاما لمديرية حريضة. البحسني يفتتح ويضع حجر الأساس لمشاريع تربوية وتعليمية في المكلا. محافظ حضرموت يكرم أوائل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على مستوى المحافظة. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القاضي فهيم عبد الله عوض بمناسبة تعيينه المحامي الأول العام، والقاضي فهيم عبد الله محسن، والقاضي قاهر مصطفى علي بمناسبة تعيينهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. وعقب أداء اليمين هنأ الرئيس الجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الجسيمة، لافتا إلى أهمية القضاء ودوره الفاعل في بناء أركان الدولة وتحصين المجتمع باعتباره سلطة الحق وميزان العدل الذي لا تستقيم حياة المجتمع بدونه. الرئيس شدد على أهمية تفعيل مختلف الأجهزة القضائية للاطلاع بمهامها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وتفعيل عملها للبت في القضايا المنظورة واتخاذ اللازم بشأنها. من جانبهم عبر القضاة المعينين عن سرورهم بهذه الثقة التي منحت لهم من قبل الرئيس هادي، وأكدوا أنهم سيعملون على ترسيخ قيم العدل والمساواة وأن يكونوا خير عون للقيادة السياسية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الذي يعد القضاء أساسه وحجر زاويته. وكان فخامة الرئيس قد التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم للوقوف على أوضاع القضاء ومتطلباته واحتياجاته الكاملة التي قد وجه بها الرئيس وذللها في وقت سابق لمختلف المحاكم والأجهزة القضائية من حيث الكادر والبنى التحتية وكافة المستحقات على مستوى الجمهورية. رئيس مجلس القضاء أشار إلى ما تم إنجازه في تثبيت أركانه والقيام بدوره المأمول والمطلوب كما يجب. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي. إلى ذلك، ترأس الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا لهيئة مستشاريه بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر وبحضور نواب عبد الملك المخلافي واللواء حسين عرب وعبد العزيز جباري. وفي الاجتماع أكد الرئيس على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة، وقال: نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على الشعب اليمني خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران لاستخدام الانقلابيين كأداة لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة. وأضاف فخامة الرئيس: إن أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 والذي يحظى بدعم وإجماع إقليمي ودولي، وهو ما تجسد وعبر عن مواقف المجتمع الدولي من خلال اللقاءات الأخيرة مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية. الرئيس تناول الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي مع البنك الدولي وصندوق النقد وما تم الموافقة عليه في هذا الصدد باعتماد مبلغ 1 مليار دولار دعما لصندوق الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مجالات التعاون مع شركة جنرال إلكتريك العالمية لتعزيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 500 ميجاوات بعد الانتهاء من تعزيز شبكة الطاقة بوادي حضرموت لتصل إلى 75 ميجاوات. وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر تقريرا موجزا عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن،
ومختلف المحافظات المحررة التي حظت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم خدمات للمواطنين. ووضع الاجتماع أمام واقع الأوضاع الأمنية والتحديات المختلفة التي تتطلب مزيدا من التعاون والعمل والتنسيق الإيجابي مع الأشقاء في التحالف لمصلحة تحقيق أهداف التحالف الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية. كما تطرق للوضع الاقتصادي والخدمي والصعوبات التي تعمل الحكومة جاهدة على تجاوزها وفق الموارد المتاحة لتوفير المتطلبات الضرورية والملحة للمواطنين. من جانبه تطرق نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية إلى نتائج زيارته لمحافظة تعز ومشاركة أبناء تعز احتفالات أعياد الثورة اليمنية وإيقاد شعلة الثورة بهذه المناسبة ومشاركة تلك الاحتفالات وما كان لها من أثر إيجابي ورفع للمعنويات لأبناء تعز الذين يجترحون المواقف البطولية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب، مطالبا بمزيد من الاهتمام بأوضاع الجرحى. إلى ذلك عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونوابه عبد الملك المخلافي واللواء حسين عرب وعبد العزيز جباري، وذلك لمناقشة المستجدات العسكرية والأمنية والخدمية والإنسانية. الرئيس أشاد بجهود الحكومة على الصعيد الخدمي والزيارات المتوالية للمحافظات المحررة للوقوف على احتياجات المواطنين، وحث الرئيس على أهمية تعزيز الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، منوها بدور ودعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية للشرعية في اليمن حتى تحقيق الأهداف المرجوة. وتطرق الاجتماع لجملة من القضايا والموضوعات الهامة واتخذ بشأنها ما يلزم. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العلمي. وإلى حضرموت، حيث أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني القرار رقم 217 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ أحمد محمد عبد الرحمن العطاس مديرا عاما تنفيذيا لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت. كما أصدر المحافظ القرار رقم 218 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ بندر محمد باعشر مديرا عاما لمديرية حريضة. وقضت المادة الثانية من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها. كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني أوائل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017، وذلك في حفل خطابي وتكريمي أقيم بالمناسبة. كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الطلاب والطالبات المتفوقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى لإنهاء شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017 ميلادية. جاء ذلك في الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي نظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل صباح اليوم الخميس، واحتضنته قاعة الاحتفال الكبرى بمكتب التربية بالمحافظة. في مستهل الحفل ألقى المحافظ البحسني كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات المتفوقين في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي هذا النجاح والتفوق، مقدما لهم التهاني والتبريكات ولأسرهم ولإدارتهم المدرسية ومعلميهم جميعا. وأشار إلى أن الأرقام هي من تتحدث وتتكلم في الواقع في هذه المناسبة من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس لـ30 مشروعا تعليميا وتربويا في مديريات الشحر وغي البوازير والمكلا، وهذا سيساهم دون شك في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية على مستوى المحافظة. وها نحن اليوم نكرم الذين أبدعوا، الذين اجتهدوا، الذين سهروا، الذين تعبوا في سبيل أن يصلوا إلى هذا المستوى الذي يشرف حضرموت
ويشرف أهلهم ويشرف عائلاتهم ويشرفنا جميعا. أعتقد أن الانتصار والفوز دائما عظيم، ونشوة الانتصار ونشوة الفوز لا يعرفها إلا من تذوقها. هنيئا لأولادنا الذين تعبوا وسهروا واجتهدوا في سبيل الوصول إلى هذا المستوى. هنيئا للمعلمين الذين اجتهدوا وعملوا وقدموا كل ما لديهم في سبيل أن يتفوق هؤلاء الأبناء. هنيئا لإدارة التربية والتعليم، مكتب فرع وزارة التربية والتعليم في حضرموت برئاسة الأستاذ جمال عبدون، الذين عملوا كل ما فيه في سبيل أن تصل النتائج إلى هذا المستوى المشرف. السلطة المحلية في حضرموت ومكتب وزارة التربية والتعليم يبذلون كل قصار جهدهم في سبيل الارتقاء بالتعليم. كما تطرق محافظ حضرموت إلى الكثير من الإجراءات والخطوات التي أقدمت عليها السلطة المحلية في المحافظة، أبرزها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفقاً والسياسة العالمية وما نتج عن ارتفاع العملة، وهذا أثر بشكل كبير على السوق المحلي. نحن بعض أحياناً نضطر إلى اتخاذ قرارات قاسية وقرارات صعبة أحياناً يشعر بها المواطن، مثل رفع أسعار في مشتقات نفطية وإلى آخره. لكن صدقوني، نحن ما اتخذنا هذه القرارات إلا بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود. وصلنا أن نحن لمدة شهر مضى نبيع المشتقات النفطية بأقل من ما سعر اللي نشتريها بها، بخسارة يعني بصريح العبارة. وظلينا ندافع أنه من أجل المواطن، صحيح من أجل المواطن، لكن نحن مش دولة ولا عندنا إمكانيات ضخمة بحيث نتحمل فارق السعر هذا. نحن مؤسسة أو سلطة محلية متواضعة جدا ودخلها متواضع جدا. من جانبه أشاد الأخ جمال سالم عبدون مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت بما يقدمه محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرس سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي ووقوفه المستمر مع هذا القطاع المهم في حياة المجتمع، مشيرا إلى أن اختبارات العام الماضي لإنهاء المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة تقدم لها في القسم العلمي 4159 طالب وطالبة، نجح منهم 3627 وتقدم لاختبارات القسم الأدبي 6755 طالب وطالبة، نجح منهم 5857 طالب وطالبة. بنسبة نجاح عامة في القسمين العلمي والأدبي تجاوز 88%. مضيفا في هذا الصباح نكرم 26 طالب وطالبة حصدوا المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة في القسمين العلمي والأدبي، إضافة إلى 4 مدارس حقق طلابها التفوق والتميز ونالوا 3 مراتب في العشرة الأوائل أو أكثر. وبذلك نكون قد طوينا آخر مشهد تربوي وتعليم في العام الدراسي الماضي، فهنيئا لهذه الطوائف المدفور والنجاح، وشكرا لأسرهم التي حرصت على تعليمهم والتفاني في توفير الأجواء للتألقهم، والشكر موصول لإداراتهم المدرسية وهيئات التدريس من معلمين ومعلمات الذين كانوا خير عون لهم في كل أيام الدراسية التي انقضت وانطوت بذكرى خالدة سيحملونا في كل مراحل تفوقهم التعليمية الجامعية. وكانت الطالبة فاطمة عبد القادر التريمي الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في القسم العلمي من ثانوية البنات بغيل بوزير قد ألقت كلمة المكرمين عن الفرحة التي لا توصف، ممزوجة بمشاعر وأحاسيس الفخر والاعتزاز، شاكرة كل من أسهم في تفوقهم في التحصيل العلمي من إداراتهم المدرسية وأولياء الأمور. وفي ختام الحفل كرم المحافظ البحسني وعبدون أوائل الطلاب والمدارس المتميزة 4، ثانوية البنات بغيل بوزير ومجمع السيدة خديجة بدوعا ومجمع فول البنات وثانوية الفقيد باحسن بالشحر. هذا وقد تخلل الحفل تقديم انشودة جينا نبارك لطلاب مدارس المكلا ولوحة تعبيرية تراثية على إيقاع رقصة الغي أداء طلاب مدارس الشحر، وألقى التربوي الشاعر رياض عقيل بونمي قصيدة بعنوان مكان يليق بالشمس نالت جميعها استحسان الحضور.
حضر الحفل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الساحل والهضبة دكتور سعيد العمودي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدراء المكاتب التنفيذية ومكاتب التربية بالمديريات وعدد من التربويين والشخصيات الاجتماعية والمهتمين. إلى ذلك افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني عددا من المشاريع التربوية والتعليمية في عدد من أحياء مديرية مدينة المكلا بكلفة إجمالية بلغت نحو 220 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية. البحسني طاف عقب قصه لشريط افتتاح مدرسة ربوة خلف للتعليم الأساسي بمرافق المدرسة المختلفة واطلع على التجهيزات التي جهزت بها وتعرف على استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما افتتح 3 فصول دراسية مع ملحقاتها بروضة 22 من مايو بحي المساكن. في سياق متصل وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لبناء مشروع مبنى الصحة المدرسية والإذاعة التربوية والتعليمية في المحافظة، وذلك بمقر مكتب تربية وتعليم ساحل حضرموت. رافقه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون والمدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة. وإلى وادي حضرموت حيث جرى بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت التوقيع على اتفاقيات صيانة 12 مركزا صحيا وذلك في مديريتي سيئون وتريم بكلفة إجمالية بلغت نحو 10.5 مليون بتمويل من منظمة اليونيسف العالمية للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي ضمن مشروع الحزمة الصحية المتكاملة والتغذية على مدى عام كامل، وذلك في 3 مديريات بحضرموت الوادي والصحراء الذي تنفذه منظمة العون الإنسانية والتنمية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء. ويهدف المشروع لتعزيز الجهود التعاونية التي تبذل من مكتب الصحة العامة ومنظمة العون والتنمية الإنسانية لضمان توفير تدخلاتها للرعاية الصحية والتغذية لمعالجة سوء التغذية الحاد والمتوسط والوخيم لدى الأطفال والأم الحامل، وذلك من خلال توفير التغذية العلاجية لسوء التغذية الوخيم والمتوسط والوقاية والرعاية الصحية التكاملية والتحصين والصحة الإنجابية في المديريات المستهدفة سيئون وتريم والقطن، وذلك في 17 مركزا صحيا ثابت إضافة إلى عيادتين متنقلتين يقدم فيها الرعاية الصحية الأولية ويتم تشغيل المراكز المستهدفة تحت إشراف مكتب وزارة الصحة بالوادي وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما يشمل دعم الموظفين والأدوات الطبية الأساسية والمستلزمات والأدوية والترميم والصيانة لتلك المراكز وفقا والتقييم الذي تم بالمشاركة والتنسيق مع ممثل HIDID تضعه منظمة العون الإنساني والتنمية مكتب وزارة الصحة بالوادي. إلى ذلك أعلنت مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية لجميع الطلاب الذين تقدموا لامتحانات المفاضلة للمنح الدراسية للعام الجامعي 2016-2017 والذين قدموا ملفاتهم بثانوية المكلا النموذجية ذكورا وإناثا بأن موقع إجراء الامتحانات المقرر موعدها يوم السبت الموافق 28 أكتوبر وذلك في تمام الساعة 8:30 صباحا وسيكون بمجمع كليات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة فوة المساكن. وبهذا الخبر نختم نشرتنا لهذا اليوم وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. 3 قضاة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يترأس اجتماع لهيئة مستشاريه ويشيد بجهود الحكومة وتحركاتها في المحافظات المحررة. محافظ حضرموت يصدر قرارين بشأن تكليف مديرا تنفيذيا لصندوق النظافة ومديرا عاما لمديرية حريضة. البحسني يفتتح ويضع حجر الأساس لمشاريع تربوية وتعليمية في المكلا. محافظ حضرموت يكرم أوائل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على مستوى المحافظة.
وبالتذكير بعناوين الأخبار نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام أخبار هذا اليوم. مزيد من التفاصيل تابعونا على منصات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. دمتم بخير وجمعتكم مباركة.